في هجعة الليل البهيم، في زمان غابر قديم، عاشت البشرية في تخبط وظلام، وجهل وشرك وارتكاب للحرام. تقاذفتها الأمواج من كل مكان، وتشعبت بها السبل في كل منعطف وميدان، ولعبت بعقولها الأساطير والخرافات، وقامت بينهم الحروب والثارات، حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، سيد ولد عدنان، بكتاب يجلو عن الذهن القتام. زمان غارق للحق صادي، وفكر قد تلبد بالسواد، فلم يهمي على من فيه إلا بذل وانقياد للجماد، بذل وانقياد للجماد. وقتل قد أباد الناس، حتى رأيت رؤوسهم في كل وادي. وقتل قد أباد الناس، حتى رأيت رؤوسهم في كل وادي. قد التهبت حناياهم بغل وحقد جز أغصان الوداد، قد التهبت حناياهم بغل وحقد جز أغصان الوداد، وحقد جز أغصان الوداد. زمان غارق للحق صادي، وفكر قد تلبد بالسواد، فلم يهمي على من فيه إلا بذل وانقياد للجماد، بذل وانقياد للجماد. وكأس الخمر لم تترك لعقل مكانا بين أرجاء النوادي، وكأس الخمر لم تترك لعقل مكانا بين أرجاء النوادي. وإما بشر المرء بأنثى تكدر وارتدى ثوب الحداد، وإما بشر المرء بأنثى تكدر وارتدى ثوب الحداد، تكدر وارتدى ثوب الحداد. زمان غارق للحق صادي، وفكر قد تلبد بالسواد، فلم يهمي على من فيه إلا بذل وانقياد للجماد، بذل وانقياد للجماد. فما ذنب الصبية ليت شاري، فكم موءودة وئدت تنادي. فما ذنب الصبية ليت شاري، فكم موءودة وئدت تنادي. فجاء محمد بالوحي اقرا، فنحو النور كانت خير حادي. فجاء محمد بالوحي اقرا، فنحو النور كانت خير حادي، فنحو النور كانت خير حادي. زمان غارق للحق صادي، وفكر قد تلبد بالسواد، فلم يهمي على من فيه إلا بذل وانقياد للجماد، بذل وانقياد للجماد. كتاب ربنا
هو نور للبشرية جمعاء، ودستور أنزله رب السماء، ونبراس يضيء جوانب الأرض والفضاء. فيه نبأ من قبلنا من الأمم، وما شرعه ربنا وحكم، وما أمرنا باتباعه وألزم، وما نهانا عنه ربنا وحرم. ينظم الحياة للبشر، ويدل على الخير، ويحذر من الشر، ملئ بالأخبار والمواعظ والعبر. حتى ارتوى بالنور وجه زماننا، كالبدر بالشمس ازدهى في أهله، فكأنه للناس يشدو قائلا، وجه الخليل له ملامح خله، وجه الخليل له ملامح خله. وأنا اتخذت كتاب ربي صاحبا، أسقي الليالي من منابع نهله، كالظل لازمه الجميع، فهل رأيت الشيء يوما مبعدا عن ظله؟ الشيء يوما مبعدا عن ظله. حتى ارتوى بالنور وجه زماننا، كالبدر بالشمس ازدهى في أهله، فكأنه للناس يشدو قائلا، وجه الخليل له ملامح خله، وجه الخليل له ملامح خله. وكأنني بالمصطفى يتلوه، إذ ضمت عبير الصوت وجنة كله، فتفرقت في الجو أطياب الهدى، والجن ثم تنصتوا من أجله، والجن ثم تنصتوا من أجله. حتى ارتوى بالنور وجه زماننا، كالبدر بالشمس ازدهى في أهله، فكأنه للناس يشدو قائلا، وجه الخليل له ملامح خله، وجه الخليل له ملامح خله. ربح الذي ثوب الحروف تدبرا، يكسوه في ترحاله أو حله، بعض من الآيات أنجت أهلها، فبما سيظفر من يجيء بكله، فبما سيظفر من يجيء بكله. بالنور وجه زماننا، كالبدر بالشمس ازدهى في أهله، فكأنه للناس يشدو قائلا، وجه الخليل له ملامح خله، وجه الخليل له ملامح خله. فلئن بدا لك طاعن في حسنه، فاقذفه في نار البيان وأصله، وأجب بقول الله جل جلاله، هل أتيت بصورة من مثله؟ هل أتيت بصورة من مثله؟ حتى ارتوى بالنور وجه زماننا، كالبدر بالشمس ازدهى في أهله، فكأنه للناس يشدو قائلا، وجه الخليل له ملامح خله، وجه الخليل له ملامح خله، وجه الخليل له ملامح خله. يا لها من حظوة عظيمة ينالها أهل حلق القرآن، سكينة ورحمة واطمئنان، وذكر عند ملأ العظيم المنان، وفي الأخرى النعيم المقيم في أعالي الجنان. ومن بذل من ماله لتحفيظه، كمن بذل من وقته لحفظه. وعباد في الدنا لله قد ألبسوا القراء من أثوابه، ولنا سعد بن مسحل منبرا للعطاء والبذل في إطنابه، فاجزه يا رب خيرا كالذي جاء مما زخه في بابه. فبوعد الحفظ ربي حفه، وسما والحفظ في أعتابه، ورأينا في تحافيظ الهدى ما أضاء النور من أربابه.
أضاء النور من أربابه. في بيوت الله يتلى وانتشى كل صقع من هوى أطيابه. اقرأوا القرآن قال المصطفى، تشفع الآيات في أصحابه. اقرأوا القرآن قال المصطفى، تشفع الآيات في أصحابه، تشفع الآيات في أصحابه. فبوادي الحفظ ربي حفه، وسما والحفظ في أعتابه. ورأينا في تحافيظ الهدى ما أضاء النور من أربابه، ما أضاء النور من أربابه. وعباد في الدنا لله قد ألبسوا القراء من أثوابه. ولنا سعد بن مسحل منبرا للعطاء والبذل في إطنابه، ولنا سعد بن مسحل منبرا للعطاء والبذل في إطنابه، للعطاء والبذل في إطنابه. فبوادي الحفظ ربي حفه، وسما والحفظ في أعتابه. ورأينا في تحافيظ الهدى ما أضاء النور من أربابه، ما أضاء النور من أربابه. فاجزه يا رب خيرا كالذي جاء مما زخه في بابه. بسباق للعلا في حفظه فارتوى الطلاب من أحزابه. فبه نحيا ونجتاز المدى، هل سوى القرآن ما نحيا به؟ هل سوى القرآن ما نحيا به؟ فبوادي الحفظ ربي حفه، وسما والحفظ في أعتابه. ورأينا في تحافيظ الهدى ما أضاء النور من أربابه، ما أضاء النور من أربابه.